أهلا بكم ببرنامجنا معلومة وموهبة على قناة تربوية سوريا. فقرات عديدة ومتنوعة وغنية بالمعلومات بانتظاركم، ولكن بعد هذا الفاصل. هل تعرفين الإمبراطور فيليب العربي؟ بالطبع، إنه الإمبراطور من أصل سوري الذي حكم الإمبراطورية الرومانية فترة من الزمن. صحيح، وإن أصل إمبراطور من سوريا ومن مدينة شهبة بالتحديد، مدينة شهبة التي تقع في محافظة السويداء في جنوب سوريا، تعود إلى منتصف القرن الثالث ميلادي، حيث شيدت على يد فيليب العربي ابن تلك المدينة خلال 5 سنوات، إذ بنيت هذه المدينة الأثرية بتصميم معماري أخذ عن المدن الرومانية، حيث بنيت فيها المعابد والقصور والمسارح والحمامات الرومانية، وأحسن تخطيطها وعمرانها لتصبح نموذجا للمدن الرومانية، مثل شوارعها المرصوفة والبوابات الأربعة في الغرب والشرق والشمال والجنوب، وهي عبارة عن مداخل المدينة ما زالت قائمة حتى اليوم، وآثار وأقواس نصر ومباني إدارية وسكنية، ونشطت الحركة العمرانية والتجارية، وجعل من شهبة مركزا هاما للقيادة على مستوى الإمبراطورية الرومانية. تعتبر هذه المدينة من أهم المدن الأثرية السورية، فعلى الرغم من بركانها المشهور فهي تنام على ثروة من الآثار تروي قصة حضارة قديمة ما زالت تتجدد حتى الآن. دعونا الآن نذهب في تقرير للتعرف على هذه المدينة التاريخية. تعرف مدينة شهبة بأنها مدينة سورية جبلية تقع على أحد تلال جبال العرب، وتجاورها 4 تلال على صف واحد من جهة الغرب، وهي مدينة تابعة لمحافظة السويداء، وتقع تحديداً في الجهة الجنوبية من سوريا على بعد مسافة تقدر بحوالي 85 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة دمشق، كما أشير إليها في العديد من المصادر باسم فيليب بولوس نسبة للإمبراطور الروماني فيليب العربي الذي كان واحداً من أبنائها وحكم الإمبراطورية الرومانية لفترة من الزمن. يعود تاريخ نشوء هذه المدينة للعصر الحجري، حيث كشفت التنقيبات عن وجود مجموعة من الآثار الدالة على وجود الإنسان الحجري القديم في عدة مواقع في المدينة. بعد تعاقب العديد من الحضارات عليها، مرت المدينة بالفترة الحضارية الأهم في تاريخها، وهي عصر الإمبراطورية الرومانية، وتحديداً عصر الإمبراطور فيليب العربي. أولى المدينة اهتماماً خاصاً وجعلها نموذجاً يضاهي أهم المدن في الإمبراطورية، إذ إنه أحسن تخطيطها وعمرانها وأقام فيها القصور والمعابد والمسارح والحمامات الرومانية، بالإضافة لأربع بوابات في 4 جهات تمثل مداخل للمدينة ما زالت قائمة حتى يومنا هذا. وبذلك أصبحت شهبة مركزاً هاماً للقيادة على مستوى الإمبراطورية الرومانية. ومن أهم الآثار الموجودة في المدينة المسرح الروماني، وهو عبارة عن مسرح صغير يضم مدرجاً يتسع لقرابة 1200 متفرج. والجدير بالذكر أن هذا المسرح على الرغم من قدمه إلا أنه ما زال صالحاً لعرض المسرحيات. تمتاز هذه المدينة بأرضها البركانية الخصبة والصالحة لزراعة العديد من المحاصيل، لذلك فقد انتشرت فيها زراعة الخضروات والفواكه. تعرف مدينة شهبة اليوم بكونها مدينة تعج بالحركة والنشاط، وذلك نسبة لموقعها الذي جعل منها مركزاً لعدد من البلدات والقرى التابعة لها في محافظة السويداء. وشهدت المدينة تطوراً عمرانياً وتجارياً تمثل في مجموعة من المباني الحديثة والفلل السكنية الراقية، كما انتشرت فيها مجموعة من المحلات التجارية والمجمعات التجارية والمراكز الثقافية ومراكز للخدمات الصحية والاجتماعية والعلمية، بالإضافة إلى الدوائر الحكومية. التراث الشعبي أساس الشعوب ومصدر حضارتها، والتعرف عليه يساعدنا على فهم طبيعة الشعوب.
وحديثنا اليوم عن مهنة العطار، وهي مهنة توارثها الأبناء عن الأجداد. تحول اسمها في وقتنا الحاضر إلى مصطلح الطب البديل. وهناك مقولة جميلة شهيرة، وهي: هل يصلح العطار ما أفسده الدهر؟ هذه المقولة تبين أهمية هذه المهنة ودورها الهام، وخاصة في الزمن الماضي. العطار كان في الزمن الغابر الطبيب والصيدلي في آن واحد، حيث كان يشخص الداء ويعطي الدواء في آن واحد. كان يدعى العطار بالحكيم ويلجأ إليه الجميع بلا استثناء. ومع تطور الوقت والتكنولوجيا إلا أنه ما زال للعطار أهميته، خاصة بعد لجوء البعض للتداوي بالأعشاب الطبيعية والابتعاد عن المواد الكيميائية. دعونا نتعرف أكثر عن مهنة العطارة بهذا التقرير. التراث الشعبي أساس الشعوب ومصدر حضارتها، والتعرف عليه يساعد على فهم طبيعة الشعوب ويجر فوائداً على صعيد المعرفة والثقافة، وتلك رسالة ومهمة وطنية يجب على كل مواطن أن يعمل عليها ويساهم في نشر التراث الشعبي لوطنه. هناك مقولة جميلة من مفردات تراثنا اللغوي المتين: وهل يصلح العطار ما أفسده الدهر؟ قول يبين لنا أهمية دور مهنة العطارة والعطارين، فالعطارة بتنوع موادها وأغراضها، والعطار في نباهته وذكائه وفنه وخبرته في ممارسة عمله، يرقى لأن تكون مهنته مظهر من مظاهر التراث الشعبي. ومهنة العطارة هي مهنة توارثها الأبناء عن الأجداد، رغم أنها مهنة تدرج اليوم تحت مسمى الطب البديل. والعطار كان في ذلك الزمان الغابر الطبيب والصيدلية في آن واحد، فالعطار قديما كان يدعى الحواج لأنه كان يحوج الأعشاب المختلفة ويجمعها في صنع خلطة عشبية أو تحويجة لعلاج مختلف الأمراض. والجدير بالذكر أن معظم أصول العطارة وموادها شرقية هندية صينية أو إيرانية فارسية، ومنها ما هو مصري أو مغربي أو يمني، ولعل تركزها في هذه المناطق يعود لطبيعة العمق التجريبي عند شعوب الشرق من جهة، ولما أعطى الله تلك البلاد من خيرات الأرض من بذور وبهارات وأعشاب. وترى العطار يصنع الدواء ببديهة ودراية، وربما مارس خلط البذور والأعشاب والجذور والأوراق فأخرج منها دواء جديدا مركبا. ولا تقتصر معرفة العطارين على فوائد وصفاتهم الدوائية وموادها، بل ومعرفة أيضا فائدة شرب كل مستخلص من أوراق مختلف أنواع النباتات ومنقوعها في الماء. وكان يدعى العطار أيضا بالحكيم، فهو يصف مختلف الأعشاب كمواد طبية لعلاج الحمى مثلا أو الأمراض الباطنية. وتراه أيضا طبيبا مختصا بما يعرف اليوم بطب التجميل، فهو يسحر الجنس الناعم بمنتجاته، فمن تركيب مواد مكياج المرأة والعرائس من مساحيق وبودرة ومراهم. هلأ المهنة قديمة وما زالت مستمرة، والعطارة موضوع قديم والناس يعني متعودة عليها. بالنسبة مثلا للسعال، ففي مجموعة أعشاب بنساويها تشكيلة، أي بنقول لها زهورات الشامية. في أعشاب مثلا لموضوع الضغط العالي، في موضوع السكري، يعني هي بتجي أساسية. وهلأ بالوقت الحالي عم تجي مرادفة للأدوية، يعني هلأ مثلا مثل مريض السكري رغم الأدوية اللي عم ياخدها فبيضل في ارتفاع بالسكر، فالأعشاب عم تجي مرادفة للأدوية ونتائجها جيدة الحمد لله. هلأ وصفات تجميلية كتيرة، مثلا لموضوع حب الشباب معالجته، هو بيطلع بالبشرة الدهنية، فهذا بيعتمد مو على تجفيف البشرة، بيعتمد على موضوع المواد للحساسية، تنظيف البشرة بالماء ورد، بجل الأوليفيرا لمعالجة حب الشباب. في زيوت معالجة، في زيوت تحمية، في زيوت للتقلصات العضلية، فهدول كمان بنجمعهم بخلطة واحدة، هي للآلام المفاصل كتدليك ومعالج يعني.
أنواع العسل خصوصي ببلدنا متنوع جداً، لأنه تنوع المناخ عم يعطي العسل السوري ميزة. فمن العسل من المنطقة الساحلية للمنطقة الجبلية في تنوع هائل، فبيتراوح بين الحمضيات، اليانسون، أنواع البركة، أنواع الكينا، الجبلي بيجي عدة أنواع. هلأ العسل إجمالاً في فوائد عامة، بس بيتميز مثلاً عسل الكينا لمشاكل صدرية، عسل البركة لموضوع الجهاز الهضمي، تنشيط الذاكرة، نمو الأطفال. الجبلي كنشاط بيجي أفضل الشيء. هلأ باعتباري اختصاصي الأساسي بالعسل، فالعسل السوري بيتميز بأنواع متعددة، فبيبلش من الحمضيات هو الساحلي، أنواع اليانسون، الحبة السوداء مميز، الجبلي بيجي أكثر من نوع، في عندك الكينا للمشاكل الصدرية، عندك الجولاني هذا بيجي كينا وشوكيات، في عندك نبات الحلاب هذا للمشاكل الكبدية. هاي بالنسبة للعسل، بالإضافة لمنتج غذاء الملكات وبار الطلع، الشمع، العكبر، فكل واحد له ترتيبه بالمعالجة. هلأ هون القسم هذا الجزء موضوع الأعشاب، فنحن مساوي له ترتيب معين. طبعا الأعشاب بدها عتمة مشان ما تتأثر بالعوامل الجوية، فكل نبات حاطينه والفوائد يعني المختصر المفيد من الفوائد العلمية له. طبعا في شيء له محاذير مثلا مثل إكليل الجبل ممكن موضوعه يرفع الضغط، يعني كل واحد بهالترتيب هذا. هاي بنقلها زهورات الشامية، نحن بنشكلها بكيس واحد، فهي بتجي بالطعمة والفائدة أوسع يعني. بس حتى الزهورات مثلا في ليش بقول لك الأعشاب بدها معرفة، مثلا موضوع الحامل، مثلا الزعتر الميرمية ما بينعطى، فنحن وقت بنجهز كيس ممكن ننقص منه مادة أو مادتين، مثلا موضوع حامل، وإلا ما له محاذير تانية. هل سمعت من قبل بحيوان الكسلان؟ بالطبع، إنه من الحيوانات المسمى على اسمه، فهو شهير بكسله. سمي بالكسلان لكسله الشديد، فهو يقضي معظم وقته بدون حركة متعلقا على أغصان الشجرة بواسطة رجليه ويديه، متدليا بوضع مقلوب رأسه لأسفل. حيوان الكسلان لا يتحرك أبدا إلا للضرورة القصوى، وحتى عندما يتحرك تكون حركته بطيئة جدا. ينتمي حيوان الكسلان إلى فئة الثدييات، موطنها الأصلي أمريكا الوسطى والجنوبية. يتغذى حيوان الكسلان على أوراق الشجر والبراعم بشكل أساسي، ويمكنه أيضا التغذي على الحشرات والسحالي الصغيرة. أيضا في أوقات الرطوبة تنمو في فروه نوع من البكتيريا التي تمثل مصدر تغذية له حينما يقوم بلعقها من على فروته. عملية صياد الكسلان صعبة، فحتى عندما يصيبه الصيادون بطلق ناري فهو يبقى معلقا في الشجرة ولا يسقط حتى وهو ميت. ورغم كسل الكسلان فهو سباح ماهر. الكسلان يمارس معظم نشاطاته وهو في وضعية التدلي من شبع الشجرة، فهو يأكل، ينام وحتى يلد وهو على تلك الوضعية. عدد ساعات نومه 15 إلى 18 ساعة يوميا. صغار الكسلان تبقى متعلقة بأمها وقد تسقط على الأرض أحيانا. السقوط لا يقتلها مباشرة، لكنها في بعض الحالات تموت لسبب آخر، وهو أنها لما تسقط فإن أمها قد تتركها دون التقاطها كسلا وخوفا من النزول للأرض. لحيوان الكسلان أنواع عديدة، وبعض الأنواع لها 3 أصابع والبعض الآخر لها 2 فقط. ما رأيكم الآن أن نشاهد هذا الفيديو عن هذا الحيوان الكسلان؟ تابعوا معنا. Thank you.
ماذا تفعلين عندما يبلى بنطال جينز؟ أرميه طبعاً، وماذا سأفعل به؟ بعد هذا الفيديو أتوقع أنك لن ترمي شيئاً بعد الآن. لماذا؟ بهذا الفيديو سنتعلم كيفية صنع حقيبة من بنطال جينز بطريقة جميلة وسهلة. إذن لنتابع معاً. وصلنا الآن لختام حلقتنا. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم معنا. تابعونا دائما وإلى اللقاء. We'll be right back.